بسم الله. اليوم 6/6/2024، المكان واد أم الربيع عند مدينة حنيفرة. احنا الآن في الدرس 68 من الدراسة المباركة، دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب، ومن وادي زيز إلى وادي زا، ومن الحسيمة إلى العرائش القاسم المشترك. احنا في الدرس 68 عند واد أم الربيع بحنيفرة. هذا الدرس هذا الجزء هذا الدرس 68 باغي نتكلم فيه على نظافة الأودية، نظافة الوديان، نظافة المياه والبيئة. وكما تكلمت فيه في الدرس الثالث والرابع والسادس، وكذلك تكلمت به في إسهاب الدرس الأول على عزل المياه ديال الصرف الصحيح على مياه الأمطار. راجعوا الدرس الأول تكلمت بإسهاب فيه، وراجعوا الدرس الثالث وضحت فيه الأمور، وراجعوا الدرس الرابع خصصت لهذا المسألة كيفاش نعزلوا الماء ديال الصرف الصحيح على مياه الأمطار. احنا اش كيوقع لنا؟ المياه ديال الأمطار هي ماء طهور كما في الحديث والسنة. كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندما كتسقط أول الأمطار تخرجوا التياب ديالهم والأفريشة ديالهم كيحطوها في الأمطار، تقول أن هذه الأمطار آخر عهد بالله. إحنا بالعكس كيكطح الأمطار كنلوتوها بالقادورات، وكنشدوا الأودية وكنلوتوها بالقادورات، وكنقولوا فين مشات البركة. إحنا البركة مشات لنا عندما كنخلطوا الماء الغير نقي المتسخ بالماء الطهور ديال الأودية وديال أنتم تشوفوا أنا دابا هنا أقرب من الواد، وهو النموذج ديال ليا، فما بالك بأهل المدينة اللي هما ساكنين هنا. النموذج دابا كل خطرة أنا بدبز مع النموذج كاين ديرا واشتي سلام. دابا أنا غنمشي باش نشوف لكم الواد، واخا راه هاد النموذج برزتني هاني شو أنا يعني هذا درس خاص بالمياه، درس بنظافة الأودية ونظافة المياه. قلنا راجعوا الدرس الأول والثالث والرابع، وراجعوا الدرس السادس تكلمتوا فيه بإسهاب في هذا الباب. هذا والله لا برصتني شي حاجة، برصتني شي ناموسة برصتني. هنا مدينة، احنا في مدينة حنيفرة، مدينة حنيفرة وسط مدينة حنيفرة. هذا واد أم الربيع كذلك قسم مدينة حنيفرة على نصفين، هو واد أم الربيع، واد أم الربيع بمدينة حنيفرة. شوفوا الحالة يرثى لها، حالة يرثى لها، انتم ما كتشوفوا حالة يرثى لها. هذا واد وسط المدينة في الوقت اللي غادي يكون وسيلة للبيئة وللطبيعة وللاستجمام ولكذا، فهو ولا مسألة نفور بسبب هذه الأوساخ والأزبال التي اللي كترمى فيه. ونقولوا احنا في مشات البركة، راه لا ما عزلناش هذه الحالة، لا ما عزلناش هذه العمور هذه أيها الإخوان، وعزلنا الماء ديال الصرف الصحي على المياه اللي كطيح من الامطار. راه حنا غنزيد ونساهموا في نزع البركه. الماء ديال الامطار هو طهور نقي، والماء اللي كيجي من الاوديه ومن العيون هو طهور نقي. علاش كنلوتوه في القادورات؟ علاش كنلوتوه في القادورات؟ علاش كنلوتوه في القادورات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بلاتي انا غنعيط لك، حيت شويه نعيط لك. اسمعوا يا احباب، هذا هو واد أم الربيع عند مدينه حنيفره، مدينه حنيفره على النصف الغربي على النصف الشرقي من مدينه حنيفره الجميله، كتمتاز بهذا الواد الذي يمر وسطها. والله الا لنا مسجد خلاني نرسل كاع، هو كتشوف كان دابز معايا، احسن عاون هاد الناس اللي ساكنين هنا. اذا في هذا الدرس رقم 68 اللي بغيت نوضح لكم يجب تنقية الأودية من الأوساخ ومن الأزبال، يجب الحفاظ على البيئة عند الأودية،
يجب عزل مياه الصرف الصحي على مياه الأمطار. ووضحنا هذه الأمور في الدرس الثالث والرابع والسادس، وهضرنا فيه في إسهاب معمق في الدرس الأول كيف نعزل الماء الصرف الصحي على الماء ديال الأمطار، وكيفاش نستغل الماء الأمطار اللي نجعل منه بحيرة داخل المدن باش يمشي الفرصة المائية، لأننا كنضيعوا محطة روى هائلة. رجعوا الدرس الأول أيها الأحباب باش تفهموا أكثر أكثر. هذه هي مدينة حنيفرة وهذا هو واد أم الربيع. شوفوا الحالة يرتى لها، هل يجب هكذا تكون الأودية داخل المدن؟ هل هذا هو الماء الذي يشرب منه الناس؟ لا ردي جلبال، هذا هو الماء اللي كيمشي يسد معاشو واللي كيشرب منه الدار البيضاء وزياد. شوف شحال ديال من وساخ كضرب فيه من مدينة قصب التادلة، من زاوية الشيخ، من زاوية الشحاق، كل الأوساخ كترمى في هذا الواد. يا إحبابي يا إخواني يا مسؤولين، راجعوا هذه الفكرة، راه ما نبقاوش نهضروا ونقولوا علاش نزعة البركة من الكسب ديالنا، علاش الصحة ديالنا غادا كترى، علاش الأمراض، علاش ما بقاش عندنا مقاومة، علاش ما بقاش عندنا مناعة ضد الأمراض، لأننا هكذا كنشربوا الماء ملوث رغم أنه كيتم تطهيره في المحطة ديال التصفية، ولكن الأجدر والأوضك هو أن يبقى الماء طهور كما خلقه الله من العين وكما أنزله الله من السماء. ولماذا؟ واش الناس الأولين كانوا أذكى منا؟ الناس الأولين كانوا أذكى منا، عند كانوا قدرتهم يجعل لها شيء تخبه ما تسبب في الميدان. واش حنا دابا الماء اللي كيطيح من الشتاء أول شيء خاصنا نتبركمو لأنه ماء طهور ممكن أنه يشفي من جميع العلل بما فيها الأمراض الحسية والمعنوية والنفسية وكل ذلك. الأمراض الماء اللي كيطيح من الأمطار فهو شفاء لكل داء، ولكن عندما نلوثه بالقدرات نخلوه يطيح في القواطس ويمشي مع الصرف الصحي ويمشي يهبط لنا لهاد الأودية أو يمشي للبحار كذلك الشواطئ اللي كيلوث البحار، هذا عيب، هذا عار، يجب أخذ العبرة يا إخواني. ما نبقاوش نقولوا كنلوموا رزقنا، حنا اللي كنسبوا في نزع البركة من رزقنا لأننا كنسبوا في قدورة الماء. الماء طهور كما المسجد كما المصحف كما الأكل، لأنه علاش الماء كيتوضاو به؟ لأنه طهور. علاش كنتوضاو به من القدرات؟ لأنه طهور. ولكن ملي حنا كنزيدوا فيه قدرات هل هذا بقى شي ماء طهور؟ يا إخواني هل هناك راه إلا ما دابا حنا كلنا لقينا الجماعة والعمالة والجماعة يعني السلطة كتكب الماء دايره ليه مسائل كيتخوي في الويدان، خلينا هكاك لا منتخبين لا ناس كيهضروا لا مواطنين خذوا بالعبرة الأودية، راه الكل متحمل المسؤولية، الكل متحمل المسؤولية، الكل من الأصغر إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأصغر، كل متحمل الأشياء على نظافة الأودية، على نظافة المياه، لأن المياه كنتوضوا بها، كنشربوا منها، كنتعالجوا بها. يا إخواني ردوا لنا هذه النقطة خاصها معالجة جذرية. لماذا؟ حنا كنسبوا الماء الماء الطهور كنديروا في القادورات وفي الأخر كنقولوا فين مشات البركة، وفي المقام كنقولوا فين مشات المناعة، وفين بقاو نقولوا فين علاش كثرت الأمراض؟ علاش كثرت الأمراض وما كتعالجش؟ يا إخواني بسبب هذه المشاكل هذه، أنتم تشوفوا حالة الواد كديرة، شوفوا حالة الواد كديرة، ألا من بقى اللي كيكون هو وسيلة للترفيه في وسط المدينة فكيكون السبب. أنا مصباح أنا مضارب غير مع الناموس هنايا. المهم إلى درس آخر وإلى موضوع آخر من دراسة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.